هاي تم استخدام مصطلح فيمينيزم لأول مرة بالقرن التسعة عشر من بعد ما صاغه الفيلسوف الفرنسي شارل فوريه للمرة الأولى سنة 1837. أولى الحركات النسائية المعاصرة هدفت لتبديد مفهوم الرجل رأس البيت، والحدث السياسي الأبرز يلي هدد هالمفهوم هو وصول الملكة إليزابيث الأولى للعرش البريطاني. ومن بين أهم الأسماء العربية المؤثرة بموضوع حرية المرأة وحقوقها الصحفية والكاتبة السورية هند نوفل، يلي تعتبر أول امرأة بالعالم العربي لشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنشر مجلة نسائية كلياً وبتروج للحركة النسوية، بالإضافة للناشطة المصرية هدى الشعراوي يلي اشتهرت بنضالة لتعليم الفتيات والنساء بمصر. مين قال إنه عدد من الرجال العرب ساهموا بدعم هالقضية، ومن بينهم الكاتب المصري قاسم أمين والشاعر السوري نزار قباني؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.